السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التصوير اليوم الثالث. زرعت اليوم نبات مثمر على حسب طلب أحد الأعضاء، وطبعا كان في نقص شديد في العناصر في التربة، لأنه بعد معالجتها ما يبقى فيها أي عنصر من العناصر الغذائية اللي يحتاجها النبات. فزي ما احنا شايفين في خضار في النبات الحمد لله، ولكن في ضمور جزئي في النبات. طبعا ايضا هنا في ضمور جزئي في بعض الورق، ولكن ليس موت. وهذا طبعا الضمور ده احنا عارفين سببه ايش، انه احنا نقلناها من بيئة الى بيئة اخرى، ونتمنى انها ان شاء الله تقوم، يعني لانه الضمور هذا عشان تحول من بيئة الى بيئة، وان شاء الله انها تعدي المرحلة هذه. فطبعا فيها ضمور بسبب نقص العناصر اللي كانت ناقصة في التربة، وتم وضع العناصر الآن في نفس التربة، وزرعنا معها نبات مثمر أساس إنه إحنا نشوف إيش النتائج. طبعا اللي حب أقوله أنا إنه المنطقة اللي إحنا زرعنا فيها هي منطقة مها صبخة برية، هي منطقة صبخة بحرية زي ما إحنا شايفين. الصبخة البحرية طبعا هي منخفضة جدا، إذا جاء مد البحر، المد إذا جاء بيوصل الماء إلى نفس المستوى ده اللي أنا واقف فوقه. فهذه طبعا التربة اللي أنا بنقولها إنه هذه التربة الأكثر ملوحة على مستوى العالم، شايفين في انخفاض في المنطقة المنخفضة مرة، وهذه المنطقة العالية. فطبعا اللي احب اقول ان شاء الله انه انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى نجاح التجربه هذه، و ماي سكسس اتس يور سكسس، نجاحي هو نجاحكم. نسال الله التوفيق، وان شاء الله ربنا ييسر الامور وتنجح معانا هذه التجربه. يعطيكم العافيه، يوسف بندقجي.